الحلقة الثانية من مسلسل ما وراء الطبيعة. بتدور أحداثها حوالين، بدأت في الصبح كده في غيامة على القاهرة. الناس مستغربة جدا، هي غيامة بتحجب الشمس خالص، فهم استغربوا يعني. حتى ماجي ماشية بالتاكسي بتبص ازاي الناس كلها. هنا رفعت بيقرأ في الجريدة ان سحابة سودة تحجب شمس القاهرة، فهو متوتر جدا ومركز جدا في قراءة الخبر. حتى التليفون بتاعه بيضرب، مش سائل فيه خالص، هو شوفه شايفين مركز عمال يضرب. فقام ماسك سماعة التليفون وفتحها وقفلها تاني عشان مش عايز ازعاج خالص. وبعدين بينتقل بقى الكاميرا الى ماجي وهي بتعمل الابحاث بتاعتها، فهو داخل فبيبص كده هي بتعمل ايه وبيكلمها، فبتقول له بص كده شايف ايه. وهو بدأ بقى يبص في الميكروسكوب ويشوف كده الاجسام اللي هي بتعملها دي، فبتقول له انا مش لاقية خامات خالص ولا المعدات اللي انا عايزاها. فبيقول لها انا هوفر لك كل حاجة. قالت له لأ ما توفر ليش حاجة، انت مشغول اصلا، فخليك في اللي انت فيه وكده يعني. فقعد يتكلم معها على ايام زمان، والكاميرا اتنقلت على المدرسة عند هويدة خطيبته، وهي قاعدة تلعب بالبيانو والولد بيسألها وبيقول لها قبل هويدة هو الشمس صحيح مش هتطلع تاني؟ قالت له لا يا حبيبي اطمن، احنا هننام ونقوم نلاقي الشمس ايه طلعت. فقالت له اقعد مكانك. فلفتتها كده شافت شيراز وهي واقفة عند الباب. تتنقل الكاميرا بقى على رفعت وهو رايح قسم البوليس، كان جاله استدعاء رسمي. فبيقوله مش انت جالك استدعاء رسمي؟ قال له ما هو انا كنت مشغول ورايا امتحانات وكده. قال له طب يلا ما عندناش وقت. فراحوا دخلوا بقى المديرية، فبعدين خدوا يعني علشان دي مهمة يعني. هو رايح، فهو داخل كده لقى واحد ماسك سلة وعمال يرجع جامد، يعني ظاهرة غريبة. فبيقول لك دايما اخاف من الاستدعاءات الرسمية. فبيدخل بقى يلاقي في اجتماع عاجل يعني، وفي مسؤول في الدولة بيقول لهم انا جات لي اوامر عليا ان احنا في موميا لازم نشرحها. فطبعا رفعت اتخض كده، ودخلوا بقى ان هم يبدأوا في العمل. فحط السجاير بتاعته والولاعة في جنب، وصاحبه هنا بيقول له ممكن تساعدني يعني وتربط لي الكمامة او الرابطة اللي على الراس دي. فبيقول شفت انت السحابة السوداء اللي نازلة دي؟ بيقولوا هيروحوا يكتشفوها، ده كده هينيلوها اكتر. فقام قايل له قانون ميرفي بيقول ان كل حل او طريق لمشكلة بيفجر مشكلة اكبر. قال له اه عامل زي كده زي ما يكون مراتي، ان انا مروحتش لغاية دلوقتي فاكيد هي بتفتكر ان انا كنتها يعني. فبيقول له تاخد سيجارة، بيمد له السيجارة كده. فبيقول له لا شكرا انا هاخد العلبة بتاعتي كلها لما اخلص، لان هو واخد اصلا العلبة بتاعته وبيعزم عليه بيها. فهنا الدكتور ده بقى داخل عمال يزعق ارجوكوا ارجوكوا ما تشرحوش الموميا، كلكوا هتموتوا كلكوا هتموتوا. قال له ما تخوفش الدكاترة. قام جاي قايل له ايه انا همنعك من دخول الهيئة. طبعا هنا دخلوا عند الموميا ولابسين طبعا هو القناع والكمامات والحاجات دي، والموميا قدامهم نايمة هيا. فبيدخل عليهم رفعت، هم بيبصوله وهو داخل لابس لبس مختلف عنهم نهائي. فبيقولوا له ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ قالوا له لو ما كانش حاجة مستدعية اللبس ده ما كانوش جابوه لنا. فهم طبعا استغربوا عليه ان هو لابس حاجة اوفر يعني، هم مش هيعملوا حاجة. فبعدين قال له طيب يلا نبدأ بقى ان احنا نشرح ونشوف هنعمل ايه. فبدأوا بقى يشرحوا، اول ما فتحوا بطنها شفتوا بقى كمية الحشرات طالعة منها قد ايه، حشرات رهيبة رهيبة. فكله بقى عمال يقول حاسب يعني نتيجة فظيعة. في دبانة منهم دخلت قلبة السجاير بتاعة رفعت، فطبعا هو ما يجي يمشي هيقفل على الدبانة دي وهياخدها. فطبعا حطها بقى في شنطته ومشي، راح عند رئيفة أخته. طبعا ابنها بقى زي ما شاف بقى بتقول شاف العفريتة أو كده، فعمالة تبخر، فهو عمال يكح 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 جامد جدا. فعمالة تقول له بيقول لها انت بتعمل ايه؟ قالت له علشان طه يعني ببخر عشان طه.
قال لها يعني هو معنى كده ان العفاريت هتهرب بالدخان؟ ليه العفاريت بتخاف من الدخان؟ هي عندها ربو ولا ايه؟ فبيهزر يعني دعابة يعني. فقالت له حرام عليك، ايه اللي انت بتعمله في هويدا ده؟ انت داخل علينا بواحدة أجنبية وخطيبتك موجودة، والله لولا إن هي طيبة ما كانتش عاشت معاك أو كملت، لو أنا مكانها ما كنتش قعدت معاك. بتقول له بقى على فكرة أنا قلت لها إن أنت هتعزمها على السينما النهاردة، وهتلبس الجرافطة الخضراء اللي هي جابتها لك، وهتعدي عليها وهتعمل لها كل حاجة هي عايزاها. فطبعا دبسته في عزومة للسينما مع هويدا، هو ما بيحبش كده، حاجة بتقع فجأة كده، فبتقوم مزعقة وقايلة يا طه. طبعا شيراز بتوقع حاجات في البيت كده من غير ما حد يكون عاملها، فطه بيخرج فخاله بيقول له اخبارك ايه؟ بيقول له الحمد لله، بيقول له ما بتشوفش حاجة تاني؟ قال لها حاجة زي ايه؟ قال له خلاص لا ما فيش اي حاجة، خلاص يا حبيبي امشي انت. فطه مشي كده من قدامه، فبينتقل الكاميرا بقى لفوق السطح وهو مع جوز اخته، بيقول له السحابه السوداء دي اشاعه بيقولوا عليها ان هي دي سلاح العدو جاي بيجربها فينا يعني، وهو بيلم الغسيل من فوق السطح. فبيقول له خلاف بقى الحاجات اللي بيعملوها فينا تاني. طبعا رفعت دماغه مش معاه، ماسك الدبله وبيفكر في السينما وبيفكر ان ازاي عايز ينهي علاقته مع هوايت. فجوز اخته هيروح يقعد جنبه كده، فيقعد يكلمه بيقول له ايه؟ طب لو انت عاوز تنهي علاقة مع واحدة. قال له واحدة ست؟ قام في دماغه كده مع رفعت بيقول في نفسه ايه الفقاقة دي؟ ايوه طبعا مع واحدة ست. فبيقول له هو انا، جوز اخته بيقول له هو انا لو كنت عارف انهي العلاقة ازاي كنت دنيتني مع اختك لغاية دلوقتي. فقام باصص له كده قال له انا اسف، لا هي طيبة. فبيجي شكل الشارع بقى والغيامة برضك عند القمر. هنا رفعت مستني هويدا علشان يروحوا السينما مع بعض، فبرضك عمال يبص للدبلة ومش عارف هو يبدأ ازاي يكلمها في الموضوع. هنا السينما اهين وفيلم قنديل ام هاشم. بيدخلوا بقى السينما وبيقول له انا حاجز في النص. قال له يا باشا المكان كله فاضي، اختار المكان اللي انت عايزه. فقعد جنبها فمعجبة وطبعا بتبص له كده بيقول أصدمها دلوقتي وأقهرها ولا تضيع عمرها معايا يعني. فهي بقى بتقول له حلوة الجرافات عليك قوي يا رفعت. قال لها ده من ذوقك، شكرا جدا. فطبعا الجرافات اللي هي جايبها له، فعماله بتقول له انا عارفه ان انت بتحب الاطلال وما بتحبش انت عمري، انا يعني بتحب مؤلف كذا، بتحب كذا، بتحب صفحه الوفيات في الجريده، الصفحه الوحيده. ام قال هي الصفحه الوحيده اللي بتخليني احس ان البشر بتخلص. فبيطلع بقى علبه السجاير علشان يولع سيجاره، فبتقول له لا هو انا نفسي اتجوز بطل زي شكري سرحان، مش هتجوز بطل، يبقى ما تجوزش واحد عمال يكحكح جنبي من الدخان. وقومت واخده منه العلبه والولاعه وعينهم برضو ايه في الشنطه بتاعتها. طبعا زي ما تفتكروا في الاول كان في الدبانه اللي هي من الموميا جوه علبه السجاير، عشان تاخدوا بالكم بس عشان الاحداث هتتوالى بعد كده. فهم هنا خلصوا وبتقول له بيقول لها في العربيه هطلعك. قالت له لا انا ما عنتش البنت اللي هي صغنطوطه، انا كبرت يا ابي. وقامت ضحكة كده. فهي طالعة بقى على السلم لقيت الكهرباء زي ما انتوا شفتوا لمبة كده قامت طافية، فبتقيد في النور مفيش حاجة راضية تقيد معاها. فبيجي هنا الراجل اللي هو كان في المركز بتاع الموميا، اللي هو كان عمال يقول لهم كله هيموت كله هيموت لو شرحتوا الموميا دي. فهو هنا بيقول له ايه؟ هو انت لسه عايش يا دكتور رفعت؟ ده كل اللي كانوا معاك بيشرحوا الموميا ماتوا. فرفعت بيتخض كده وبيستغرب بيقول له ازاي؟ قال له مش انا قلت لك ان اللي هيشرح الموميا دي هيموتوا او هيجي كده لان في تعويذة او حاجة زي كده. فهنا بقى بيتصل بمسؤول بيطمنه على الدكتور رفعت ان هو لسه حي. وبعدين بيقف الدكتور رفعت وبيقول له وده ايه بقى؟ قعد يقول له دي لعنة ده كذا، يعني عمال يشرح له بقى ان هو نازل عشان ينتقم من الناس عشان هم فتحوا القبر بتاعه وكده. فالدكتور رفعت عمال يعني يقفل على كلامه وهيروح يفتح له الباب ويقول له عشان التزاماتي استأذنك انا ومش عارفه ايه. قال له مفيش وقت لازم النهارده.
فبيقولوا ده الموت اللي هو الروح اللي المفروض تدخل في الجسد، اسمها الموت في الهيلوغريفي. لازم تدخل جوه الجسد، لازم انا وانت ندفن الجسد ده دلوقتي. فهو بص البصة دي بعد ما خرجه لقى في صوت جوه الأوضة، فهيروح لغاية الأوضة كده، بتيجي الكاميرا على هويدا وهي بعد ما شافت صوت، سمعت صوت وشافت خيالات كده بعد ما النور قطع، بتجري على آخرها في الشارع. هيشوفوا الرعب اللي هي فيه، هي حاسة إن حد وراها بيجري وراها في الشارع، الشارع لو فاضي خالص، فهي عمالة تجري بقى من الخوف وجالها هوس. هو الشارع يعني يعتبر ما فيش حد فيه خالص نهائي، فهي عمالة تجري. يدخل بقى الأوضة اللي هو سمع الصوت فيها، بيفتحها كده لقى كلمة موت زي ما الراجل قاله على الحيطة مكتوبة بالدم كده. فراح نادى الراجل اللي هو واقف معاه وبيقول له في حد دخل البيت هنا قبل ما ندخل، قال له لأ. فدخل كذا أوضة أهي، لقيتها مكتوبة زي ما كانت مكتوبة على السطح لما طه طلع فوق السور، لقى كلمة الموت برضو. فهنا عمال بقى يثبت له بالإثباتات والورق اللي معاه والبرديات إن ده روح فرعون، وهو كان فيه بردية نادرة يعني، عمالين يقولوا إن مكتوب فيها إن اللي هيمس القبر بتاعي بسوء أو الجثة بتاعتي، هبدأ بقى إن أنا إيه، أبدأ بالظلام ثم الوباء ثم الإنهاء خالص. فيعني بيقول على التعويذة كده. ودي برضو اللي هي حبيبته، بتيجي الكاميرا تتنقل في الشارع اللي هو ده بتجري فيه، وده قاعد في كشك كده لوحده عمال ينش الدبان، فبتيجي تهجم عليه بسرعة وبتخوفه، بتقول له لو سمحت ممكن تليفون عشان حد بيجري ورايا. هيقول لها معلش التليفون والله مش شغال. هو بيقول لها التليفون مش شغال، فهتبص وراها كده خايفة من اللي بيجري وراها، وبعدين هتروح سايبه الراجل وبتجري على اخرها. فبيبص عليها ويقول لها يا استاذه هويدا يا استاذه هويدا، طبعا ما ردتش عليه. كاميرا هتتنقل عند رفعت وهو قاعد بقى بيشرب سيجاره وقلق جدا، فعمال يقوله طب احنا هنعمل ايه دلوقتي، بيقول له احنا لازم ندفن الجثه دي قبل ما طبعا الظلام بدأ، قبل ما الوباء يحل علينا. فهي طبعا بتجري هي على السلم بتاعه، فعماله تبص تحت كده، شوف الرعب اللي على وشها. فبتبص تحت في بير السلم، فعماله بقى تخبط يعني بصراحه يعني اترعبت. فطلع بقى على السلم، شوفوا بتبص بقى على الادوار من تحت كده، بتشوف حد بيجري وراها ولا لا. فهي ما لقتش حد، فجأة هتتلفت كده هتلاقي شيراز واقفة قدامها. طبعا بقى عمالة الخوف بتاعها عمالة تبص هنا وتبص هنا، فما لقتش اللي هو بيجري وراها ده بيجري تاني. شوفوا بقى اهي هتتلفت كده على السلم من ناحية فوق، هتشوف مين؟ هتشوف شيراز اهي بالفستان الابيض بتاعها بالشعر الطويل. فطبعا هتتخض جدا وهتقع من طولها. في نفس الوقت عمال بقى هو يتدور على الاوراق ويثبت له الاثباتات، وطلع له حديده كده بيقول له هي دي اللي هتنقذ العالم، دي هنحطها معاه في القبر بتاعه. فبيقول له هي حته الحديده دي اللي هتنقذ العالم. سمعوا صوت صويت جامد على السلم، طبعا اتخضوا ازاي زي ما انتوا شايفين كده، فجريوا بقى بيبصوا هما الاتنين هما، لقى هويدا مرمية على الأرض. فبيقول يا هويدا يا هويدا، ونزل طبعا اهون علشان يطمن عليها. فعمال بيحط ايده عليها كده ووشها بدأ يبقى شاحب كده. فالراجل بيقول له هي دي لعنة الفرعون، هي دي لعنة الفرعون، بدأت اهين، ده الوباء اللي هما بيقولوا عليه. طبعا دخلوها المستشفى وعلق لها محاليل وقعدت في غيبوبة تامة. ماجي جت وهما واقفين المستشفى مقلوبة، الراجل جاي هو في وباء، الناس عمالة ترجع زي الراجل اللي هو كان في المكان اللي هو كان رايحه الاستدعاء، وكان عمال يرجع. شوفوا واحد مرمي على الأرض هنا كمان هو، يعني الظلام بدأ والوباء بدأ.
فهو بقى طبعا عمال يقول له ما عادش عندنا وقت، انت شايف ايه اللي بيحصل. رفعت بقى هيروح يجري على التليفون يتصل بماجي ويقول لها اللي حصل، واحنا عملنا يعني اللي نقدر عليه، وانا محتاج جنبي جدا، فهتسيب كل اللي في ايدها وهتجيله. وبتقف تكلم الدكتور عن الحالة بتاعت هويدا، وهتروح له هتقول له الحالة بتاعت هويدا معقدة جدا، مش عارفين ايه سببها، بس هي ملهاش علاقة بالحمى اللي هي منتشرة في البلد دلوقتي. ف بيجوا بقى كده بيقول لها كل ده بسبب تشريح الجثة اللي كانوا ماتوا كلهم الا الدكتور رفعت. فبتقول له ايه علاقة هويدا؟ فقام دكتور رفعت قايم فازج من مكانه كده وداخل شايف الشنطة بتاعتها، لقى علبة السجاير اللي هي خدتها منه في السينما، فلقى فيها الدبانة الكبيرة فحطها وقلب عليها الكوباية. فهي بتقول هي ده السبب بقى، فقعدوا يتكلموا بيقول له ده اسمه جعران، ده من الجثة نفسها، فطلع عشان ينتقم منهم وكده. اي واحد من اللي شرحه ودخل في جسمه واحد من ده فمات، احنا انقذناها. فبيقول له يعني انت بالشخشيخة اللي في ايدك دي، الحديدة اللي انا كانت معايا دي، هي اللي هتنقذ الدنيا. قال له ما انا عملتها على هويدا وهي اللي دخلتها المستشفى لغاية دلوقتي. قال له لازم نروح ندفن الجثة جنب حبيبته. فطبعا انتقلوا التلاتة في العربية فعمالين يتكلموا. فماجي بتقول له في قصة زي دي، ان الملك كان بيحب واحدة أجنبية وبعدين رفضوا، ما كانش ينفع ظروف البلد ان هي يحب واحدة أجنبية في الوقت ده. فقال لها اه، وسافر ورجع لقى اخوه اتجوز حبيبته. في نفس الوقت كان رفعت بيبص من شباك العربية لقى واحد عمال يرجع، برضو الوباء عمال ينتشر. فقام زعق فيهم وقال لهم كفاية بقى الكلام في الموضوع ده. فدخلوا هنا عند المركز بتاع التشريح، قال له انت الوحيد اللي تقدر تدخلنا. فكلم الحارس طبعا هو له سلطة هناك، وقال له روح اشتري لي حاجة. فقال له ما ينفعش، قال له انا واقف مكانك. فعشان يدخل ده معاه ويشوفوا الجثة كده ويسرقوها يعني. فدخلوا اهون، دخلوا عند الجثة عند الموميا، فهي الموميا نايمة اهيا، اللي هم اصلا كانوا فتحوا بطنها وطلع اللي هو الطير اللي هو كان بيطير عليهم ده. فبيبصله كده، فالدكتور رفعت هيقوم مغطي وشه وشايله بسرعة. طبعا هو شايل الحديدة اللي معاه دي تميمة هي حافظاهم دلوقتي. فهم شالوا دلوقتي الموميا وبيجروا، هيقدروا يهربوا بيها وياخدوها. طبعا كل ده في ثواني، يعني هو باين ان هو كتير بس هو في ثواني، علشان قبل ما الراجل يطلع في نفس الوقت شيراز جنبه في كل مكان. بس النتيجة اللي احنا نعرفها في اخر المسلسل ان شيراز كانت بتحميه اصلا من حاجات كتير، مش هي اللي بتعمل الافعال دي. فبنيجي بقى هينتقل الكاميرا عند هويدا وهي نايمة، شايفين بقى الشحوب والعروق الزرقاء ووشها غريب جدا لا ما يتفهمش يعني. وهنا بمسك الجثة وبيجري بيها على اخره، هيبدأ بقى يجري في الكوريدور كده في الطرقة اهو بيجري. فاللي معاه ده هيشاور له كده وهيقول له ايه شوف اهو. فهيبص كده هيلاقي الباب ضلمة في الاول، طبعا رفعت وقف كده وتخش بمكانه، فالباب بيفتح لوحده. اذا وشيراز امامه، طبعا شاف شيراز اهي. هيبدأوا بقى يكملوا المسيرة بتاعتهم ويجروا بالجثة بالموميا. في نفس اللحظة دي الحالة بتاعت هويدا بتسوء جدا ومش عارفين ايه اللي حصل لها. فبيبدأ
وهنا بيجروا برضك اهون، يعني الكاميرا بتتنقل ما بين هنا وهنا، هما بيكملوا الجري بتاعهم. فخلاص هيركبوا بقى العربية وهيبدأ بقى يقول لهم احنا هنروح ماجي الاول، فهتقول له لا انا هفضل معاكم هساعدكم. بيبص كده على رجلين الموميا لقاها المقطوعة، معنى كده ان ده اخوهم اللي كان حبيبته سابها وراح للحرب هناك وانصاب ورجله اتقطعت. فبيقوله دي مش الجثة بتاع الفرعون الاسود، بيقوله لا ازاي، قال له دي كانت خدعة من الفرعون الاسود ده علشان اخوه يندفن في القبر بتاعه بسره. فقام جاي قايل له طيب احنا هنروح دلوقتي لحبيبته في المكان اللي هي فيه، شايفين الشبح، شايفين ايده، طبعا ده الفرعون الاسود ماشي وراهم، هو اللي طبعا نايم هويدا كده بالمرض وكله، فهو علشان وراهم دلوقتي عمال بيسحب روح هويدا، فعمالين يعملوا لها صدمة كهربائية ويعملوا لها تنفس، مفيش فايدة، مفيش نبض خالص، الجهاز وقف. فعمالين ينقذوها بأي طريقة مش عارفين. الحالة عادت طبعا مفيش نبض ولا. هنا بقى دخلوا المكان المعبد اللي مدفون فيه حبيبته، ففي اتجاهات كتير، فبيقولوا انهي اتجاه. فالدكتور رفعت قال له ادخل انت الناحية دي وماجي الناحية دي وانا الناحية دي، هدور ندور على المكان اللي مدفون فيه. طبعا هويدا نايمة زي ما هي، مش عارفين ينقذوها، شايفين الجهاز زيرو خالص، مفيش نبض، واهلها واقفين برا. فبيبص رفعت كده لقى التابوت في جنب، فنادى عليهم كلهم. فبيفتح التابوت لقى واحد نايم معاها، فبيقولوا بعدين بقى. فبص كده لقى ان هما ماسكين ايدين بعض. في نفس اللحظة دي بيكون روح الفرعون الأسود واقفة وراه، وماجي وصاحب والراجل التاني بيجوا من وراهم كده. فبيشوفوا الفرعون الأسود وهو بينهار ويتفتت ويقع كده، يعني خلاص انتهى ان هو فتح ان هو وصل لها ووصل للقبر ده. فبيبدأ بعد ما هو ينهار كده بيبص لهم وبيقول لهم في ايه، انتوا شفتوا عفريت؟ فعلا هم كانوا شافوا عفريت بس هو ما شافوش، هو كان ظهره ليه. خلاص بعد ما مات بقى الغيامة اللي كانت في الجو دي راحت، فبدأ النور شوف يدخل بقى للتابوت اهو، والغيامة هتبدأ تروح شوية بشوية. وقام جاي النبض واصل للجهاز تاني، وهويدا اتحسنت ان النبض جه، لكن الحالة مش مستقرة خالص. فالدكتور بيقول لهم هو النبض رجع لكن الحالة ما تحسنتش اكتر من كده. فبيقول الراجل اللي معاه ده بيقول له هي عايزة الترياق، ترياق الفرعون. فقال له تاني انا زهقت من اللي انت عمال تقوله ده. قام جاي قايل له لا هو ده الحل الوحيد. ان هنا بتقول له الشمس طلعت يا رفعت، هل احنا انقذنا العالم من الوباء؟ وبعدين بيتكلم بقى بيقول لها ايه، كان في مرة حضرت دبلتين اتنين وترددت ان انا اقول لحبيبتي، فجا واحد بسرعة وخدها، المرة دي مش هتردد. وقام داخل هنا عند هويدا عمال يقول لها قومي يا هويدا، قومي يا هويدا، قومي يا حبيبتي، انا عملت حاجات كتير جدا، انا هتجوزك، قومي يا حبيبتي. في نفس اللحظة دي بيتعتم الصورة بتاعتهم وبتيجي صورة شيراز بتبص عليهم. وبينتهي الحلقة التانية من ما وراء الطبيعة. نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.